אני אמרתי כל הזמן ואני חוזר על זה. قلت طيلة الوقت وانا اعيد ذلك يوجد لدينا حماية كبيرة جدا لدولة اسرائيل بطبقات مختلفة كثيرة ويوجد تهديدات مختلفة لكننا ننجح في منح اجابات لهذه الهجمات لكن حمايتنا ليست مطلقة. الحيز الملاجئ الآمنة تساعد على انقاذ الحياة. الحماية ليست مطلقة. أعيد مجددا. هل جيش الدفاع ينوي العمل في منطقة مشفى الشفاء في غزة؟ هل وجهتنا هناك؟ أولا بالنسبة لمشفى الشفاء لقد جلبنا وسوف نواصل جلب المزيد من المعلومات التسجيلات الصوتية الفيديوهات أيضا الأسرى وجهاز الشباك المزيد من المعلومات حول استخدام المرافق المدنية وليس فقط مشفى الشفاء وإنما مرافق حيوية أخرى الاستخدام الساخر الذي تقوم به حماس ل المجتمع المدني وتستخدمه درعا بشريا عمليا. لن نتيح لا يمكن أن نتيح مواصلة حماس استخدام هذه الأماكن. هذا أمر يجب أن تمنعه دولة إسرائيل. بالنسبة لسؤالك حول قصة الشائعات بشأن صفقة أنا أجيب كالتالي. في هذا السياق أقترح ألا تتطرقوا للإشاعات. يدور الحديث عن سيرورة من الاستغلال الساخر والحرب النفسية التي تقوم بها حماس ضد إسرائيل. سوف نحصل كل معلومة ذات صلة. أولا نمنح هذه المعلومات للعائلات ولاحقا نطلع الجمهور. نحن لسنا على استعداد لتلقي هذه المناورات النفسية. سؤال أخير. הודיע שהוא לא יפעיל את מערכת החינוך אלא במקומות שיש בהם מספיק מיגון. יכול להיות שההנחיות עוד השתנו, יכול להיות שהיה מוקדם מדי להחזיר חלק מהמקומות. هل كان من المبكر إعادة بعض من المؤسسات التعليمية؟ نحن نمارس الروتين في ظل الحرب. يجب أولا أن نقوم بالتوثيق عمليا مع رؤساء السلطات المحلية وهذا الأمر يتعلق في المناطق وحتى إن كانت أدوات سلطات محلية مختلفة أينما يمكن لنا أن نمارس الروتين بشكل طبيعي. هناك حيرة كبيرة. نحن مسؤولون عن هذه الأمور مقابل الجمهور وكل يوم بيوم سوف نحدثكم بالتفاصيل. إذن كنا نستمع لهذه الكلمة للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، كان أشار إلى أن إسرائيل أعلنت الآن عمليات برية في قطاع غزة اعتبارا من الليلة. الجيش الإسرائيلي إذن كذلك أعلن بأن القوات البرية ستوسع نشاطاتها ابتداء من اليوم في قطاع غزة. كذلك عن القوات الأمنية التي هي في محيط غزة قال إنها لحماية إسرائيل. و حول مستشفى الشفاء وما كان تحدث عنه الجيش الإسرائيلي من معلومات، يقول أن لديه معلومات تثبت استخدام حركة حماس للمستشفى لأغراض عسكرية أو الاعتماد أو الاستعانة به. هو قال المتحدث باسم الجيش لا يمكن لحماس مواصلة استخدام هذه المنشآت ويجب أن تتوقف عن ذلك أو يجب أن إسرائيل أن توقف ذلك. فيما يتعلق بالنزوح أو بالمدنيين، هو قال بأنه ما زال يطالب أو إسرائيل ما زالت تطالب أهالي غزة بالتوجه من الشمال إلى الجنوب. أما عن صفقة تبادل الأسرى قال هي مجرد شائعات فقط. إذن هذا كان أبرز ما جاء في كلمة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الذي قال أيضا مستعدون لهذه للحفاظ على أمن إسرائيل. إذن الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته والقوات البرية توسع نشاطاتها ابتداء من الليلة.